بقول لك يا احلام، فهمتيها على كل حاجه؟ اه طبعا يا ابله سرور فهمتها، بس سبت التفاصيل عليك انت. زي القمر يا دوحه، ان شاء الله هتاكلي معانا بقلاوه بالقشطه. ربنا يخليك يا ابله سرور. يلا يا بت اسحبي انت وهي، عايزه اتكلم مع توحه شويه. وانت يا احلام اسحبي معاهم وحاسبك بعدين. عناية يا ابله سرور. يلا. عجوة. نعم. خد فخدة واسحب يلا. عيني. يلا فخدة. بصي يا توحة، شغلانتنا دي يا حبيبتي إن إحنا نبسط الناس ونفرفشهم. أصل أنا ست اجتماعية وصحابي كتير قوي 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 قوي، أنا بحب الناس. وكل أسرارهم يا حبيبتي عندي. يا أختي اللي يجي يشتكي لي قال إيه مراته تعبان، والتاني مراته نكدية، واللي يروح بيته يلاقي ريحة مراته بصل وتوم وحاجة بدع عنك يا أختي. واللي بيحب النسوان أهو، ده بقى اللي أنا بموت فيه. ليه يا أبي؟ يا اختي بيبقى فرفوش كده ولارج. ايوه بقى احنا عاوزين اللارج ده. بس بقولك ايه، اوعي الحب، اوعي اي حد من صحابي هنا تحبيه يا حبيبتي. الحب ما بيجيش من وراه غير خراب البيوت والقرف والهم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا توحه، وفي حد شك قلبك ولا ايه؟ هبقى احكي لك بعدين يا ابي. ايوه يا حبيبتي احكي لي وفضفضي لي كده. اوعي يا اختي الحب ده ما بيجيبش الا الفقر. اه على قولتك، انا فهمت كل اللي قلتيه يا ابله، وعشان اطمنك بقى انا بكره الرجاله. ليه يا بنت ما تكرههمش قوي؟ اكرههم حبه صغننه. حاضر يا ابي، بس بقول لك ايه؟ آه. انا والنبي نفسي كده القرش يجري في ايدي واكبر كده ويبقى معايا فلوس كتير قوي وابقى زي الهوانم. هتبقي يا بت، ما دام ده اللي جواكي واللي انت عايزاه تبقي ناجحه باذن الله يا قمر. عايزه ملقوله يا قمر. هتبقي البرنج يا حبيبتي من بقك لباب السما. مش معقول كده يا سيد، هتفضل ملحقني في الرايحه والجايه؟ يا اخويا دي بقتش عيشه. كنت مع مين يا بت؟ قلتها لك يا اخويا من يوم مره، مالكش فيه، مالكش دعوه. اقولها لك ازاي؟ يا وز انا بطمن عليكي. بت ايه يا اخويا؟ بتطمن عليا انا؟ بطمن على نفسك يا اخويا، ده انت عميان برشام. برشام ده ايه؟ اعوذ بالله، ده بانجو. وبعدين ما تغيريش الموضوع، بقول لك كنت مع مين؟ كنت مع بنات اصحابي. ايوه يعني كنت مع مين؟ الله يا نهار اسود ومنيل، بقول لك ايه؟ انا كنت مع اصحابي، والوساخه اللي في دماغك دي يا اخويا ماليش فيها، وانت عارفني كويس، ها؟ يا وز انا بغير عليكي. بت ايه يا اخويا؟ بغير عليكي. وده من ان شاء الله، وعشان ايه؟ عشان الحته اللي هنا، لا مؤاخذه، عشان الحته اللي هنا. طب يا مي، لما تعرف هي فين ابقى تعالي. يعني ما رديتيش عليا، بقول لك كنت مع مين يا بنت؟ سعيده. الله 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 الله، تبارك الخلاق في مخالق. ده احنا بنحلو بقى يوم عن يوم ولا ايه؟ هو انت هتعاكس ولا ايه يا عم ابو الكوام؟ انت تتعاكس يا توحة، ده انت يطلب لك حاجة. استنى هات لي الهانم قهوة. لا قهوة ايه؟ هات لها عناب ساقع كده يروق دمها. بقول لك ايه؟ اموريني. كنت عايزة اتكلم معاك في حكاية كده. عيني. طب والله العظيم انت بنت حلال. تصدقي بقى ان انا من حلاوتك دي مكسوف اكلمك في الخدمة في البيوت تاني. سبحان الله، نفس الموضوع اللي كنت جاي اكلمك فيه. طب ايه رايك بقى ان انا جايب لك حته زبون سقع؟ انا مش هشتغل في البيوت تاني. لا لا لا، امال الراجل اللي انا كلمته ده اقول له ايه؟ هجيب لك واحده صاحبتي كويسه قوي واحسب مني. الله، انت مش لسه مكلماني على شغل من كام يوم؟ معلش بقى النصيب، ما يمكن ربنا عمل كل ده عشان صاحبتي تشتغل. طب وصاحبتك دي على ضمانتك؟ رقبتي نضيفه زي الفل. أمينة أحسن مني 100 مرة. طب قولي لي بقى أنت هتشتغلي إيه؟ عندي راس مال وهدوره. أيوه هتدوري بإيه بقى إن شاء الله؟ في التصدير والاستيراد؟ لا في التصدير بس. هتصدري إيه إن شاء الله؟ هصدر فاكهة. الصلاة على النبي، والله العظيم ما كان حق أسأل السؤال ده.
اسمعي يا بيت يا فانيلا، المشوار اللي احنا رايحينه ده مش عايزة مخلوق يعرف عنه حاجة. هو انت يا قبل عمرك قلت لي حاجة ولقيتي حد عارفها؟ ده أنا عينك وخدمتك. أنا عارفة يا بيت، بس أنا بحب أكد عليكي عشان ساعات الغباء بيركبك كده. بقولك إيه، مش عايزة أحسك يعلى ولا تضحكي، ولو راجل لغاكي اوعي تردي عليه، مفهوم؟ احنا ناس محترمين. حاضر يا قبلة، بس احنا لا مؤاخذة يعني رايحين فين؟ رايحين المديرية ولا فين بالظبط؟ لا مش رايحين. أمال فين يعني؟ يا بت قلتلك 100 مرة اهدي كده وعقلي يا حبيبتي. الدنيا عايزة الإنسان العاقل الهادي عشان تعرفي يا حبيبتي تستمتعي بأكلك وتستمتعي بالحب وتستمتعي تستمتعي بكل حاجة. والنبي يا قبلة انت كلامك بيعمل لي دماغ عالية. يا حبيبتي حطي الكلام ده هوت حلقة في ودانك، فاهمة؟ عشان تعرفي تستمتعي بالدنيا زي ما علمتك. ها الدنيا دي عايزة كل حاجة تعمليها بياحة بياحة بياحة. اطلع يا اسطى، البنت دي هتفقع مرارتي. هلا والله، هلا بالكوامل. تفضل تفضل. الله يخليك، انا مستني تقول تفضل. طيب اخويا تفضل. هلا بيك والله. تشكر يا رب. ها هو ده يبي راجل طيب زي ما قلت لك، ها ومقرش. شوفي خوخة، ترى ما تخافي، انت حتستريحين معايا هوايه. لا والله ده انا مستريحه حالك، ده انت حتى شبه صدام حسين. اه زين، تسلمين والله. ترى انت تحبين صدام حسين؟ اه بحب، وابويا بيحبه، اصله راح اشتغل في العراق كذا سنه، ده احنا حتى معلقين صورته في البيت. العراق دي بلد جميله، انا اسمع ان انتوا عندكم الفلوس في الشوارع كده في شويه. والله العظيم نفسي اروح العراق، بس الحرب بقى الله يلعنها. شو نسوي يا ابو كوامل؟ هذه الحرب اراده ربنا بقى، شو نسوي؟ الحمد لله. شوفي خوخة، هذه الأوضة مالتك. نعم. الأوضة اللي حتقعد بيها خوخة. ترح يستريحين وياي هواية، وبيها كل مستلزماتك. وأنا هبت؟ أي هبت؟ طبعاً بالكوامل. شنو السالفة؟ أنا يجيني خطار، يجيني ضيوف، مين اللي حيخدمهم؟ طيب ما هو الراجل باينه، يجيني ضيوف مين يخدمهم؟ ماشي. هلا والله، هلا، هلا والله، هلا بالكوامل. الله يبارك لك إن شاء الله. ما فيش أي حاجة كده. اي حاجه شو السالفه بكام؟ يعني حاجه مصري، حاجه عراقي، حاجه اخضر. انا اصلي بحب تجميع العمله. ولا يهمك بكامل، يوجد كل شيء ان شاء الله. خلص. السلام عليكم يا سر هنا. وعليكم السلام يا باشمهندس. ها ايه الاخبار؟ كلها يومين ثلاثه وحضرتك هتستلم الشقه كلها. هايل. بس بقول لك ايه يا باشمهندس، اوعى تنسى السلك بتاع الشبابيك، لحسن الناموس هنا جبار. هي خلصت دلوقتي يا فندم وبتدهن. طب كويس قوي. انا بقى مش هعطلك، كمل شغلك. بعد اذن حضرتك يا فندم. اتفضل. عارفه يا بنتي يا فانيلا، الشقه دي بتاعتي. قبل احنا هننقل هنا بيبقى اي بتنشكي. تعرفي لو حد دري بالشقه دي ولا حد عرف انك حطيتي رجلك فيها هكسرها لك. اه نعمل ايه، لازم الواحد يعمل حاجه للزمن. ربنا يبارك لك فيها ويفرح لك البركه فيها. والله يا قبله يعني ربنا يزيدك كده من نعيم، وده انت تستاهلي كل خير. بس بقى اللي يقدر ويفهم، انت دماغك دي يا قبله توزن كده قراطي الذهب قراطي الذهب. هنعمل ايه بس يا فانيلا؟ ما شغلانتنا دي يا بنتي مش مضمونه، لازم الواحد يعمل استثمار. انا زمان بشتري ذهب يا ابني. يا بنت انت بتشتري ذهب عشان قاعده معايا وفي حمايتي، والزباين بتوعنا ناس محترمه. لكن لو بتلفي وبتدوري بقى في الشوارع كان اي زبون لهفهم منك. صح يا ابله، انت عندك حق. انا من هنا ورايح هحوش معاكي الفلوس ان شاء الله كده اشتري منور في اي منطقه جنبك. منور؟ ايه لهجه التوكس يا بعيده؟ منور يا معفنه؟ تعرفي يا بت انت خساره فيك الكلام. لا يا قبله. طه طه كاتك ضربه. عارفه يا بت وانا قد كده يا بت. يا كان عندي طموح ملوش حدود، كان نفسي يبقى عندي عمارات وفلل واراضي وعربيات وكل حاجه. وكنت برضو بتشتغلي في الكار بتاعنا ده يا قبله. وانا عندي 15 سنه نزلت السوق وابتديت للحل، ابتديت الاحتراف.
يا ما كانش حد بيحصلني، كنت الفافوري. تقدري تقولي كده الحصان الاسود بتاع الشغلانه؟ قصدك الحصان الابيض يا أبلة. ايوه يا بنت هو ده. العين كانتك ايه؟